النهاردة عندنا شقة جميلة جدا، تصميم جدا راقي، شقة مساحتها كبيرة، أنا شايفها بمواصفات فيلا، فعليا بمواصفات فيلا. خلينا نشوفها مع بعض. خلينا أبدأ لكم الأول. عندي هنا دوت مدخل الشقة، زي ما انتم شايفين المدخل بتاعها واسع. الشقة بتيجي 4 غرف نوم، مطبخ منفصل معها 4 حمامات، تدفئة أرضية، تيجي على نظام طابقين معروضة بالفرش اللي فيها والأجهزة، بيجي معاها حديقة خاصة زي ما قلت لكم. أنا عندي في الطابق دوت بيجي عندي صالة، عندي غرفة، عندي مطبخ، عندي حمام. خلينا نبدأ الأول بالصالة. دي عندي كده هنا مكان للجلسة، هنا مكان للتلفزيون زي ما انتم شايفين. طبعا الشقة مكيفة بالكامل، معروضة بالفرش والأجهزة اللي احنا شايفينها دي كده بالظبط. من هنا بقدر اخرج على الحديقة. عندي هنا دي الحديقة اللي خاصة بالشقة، طبعا هي داخل مجمع سكني. عندي هناك المدخل، في مدخل عادي من العمارة نفسه، وعندي مدخل هنا بنركن السيارة وبندخل من المدخل دوت. الحديقة بتاعتها حدودها من الشجر ده لحد الشجر اللي هناك دوت. طبعا زي ما انتم شايفين معمول فيها جلسة، كل الجزء ده معمول زيادة، ما كانش موجود اصلا، متقفلة كويس جدا، المواد المستخدمة كويسة جدا. برضو الارضية الجزء ده كده معمول فيه صبة عشان يتعمل هنا جلسة زي ما انتم شايفين، كأنها فيلا بالظبط، وفيها خصوصية جميلة جدا، وبص على 3 جهات من جهة المجمع من الداخل، وعندي الجهة دي والجهة الأمامية زي ما انتم شايفين. ده بيجي هنا قدامنا شارع، وبعدين دي أرض تبع الدولة المفروض يتعمل فيها بارك أو حاجة. طبعا أنا عندي كاميرات مراقبة موجود زي ما انتم شايفين. طبعا ده هنا برضو الصالة ليها مخرج من هنا. الشقة كاملة من كل حاجة، كل حتى التفاصيل الصغيرة موجودة زي ما انتم شايفين. عندي عازل للحشرات، بصوا القعدة هنا يعني ما تتوصفش بجد، جميلة جدا. خلينا نشوف بعد كده. عندي مطبخ، نشوف المطبخ. بصوا المطبخ مساحته عاملة ازاي، ده شكله دولاب المطبخ. بيجي معايا عندي 6 بلكونات، عندي كذا مدخل، دي الميزة. ممكن الجزء اللي هناك ده يبقى خاص للرجال، ممكن الجزء ده كده نعملها جلسة للسيدات، بحيث أنا عندي مدخل من هنا من البلكونة برضو من بره، ونفس الكلام بينطبق في المطبخ بالظبط. المطبخ زي ما انتم شايفين مساحته كبيرة، وزي ما قلت لكم عندي مدخل من هنا برضو كمان، زي ما انتم شايفين في مدخل من البلكونة. وبيجي الطابق دوت عندي حمام بيخدم الطابق ده زي ما انتم شايفين. عندي شطافات سخن وبارد متركبة. خلينا نطلع الطابق اللي فوق، عندي شباك كبير زي ما انتم شايفين. بنطلع الطابق التاني، بيجي عندي 3 غرف نوم مع 3 حمامات، منهم غرفتين بيجوا ماستر. خلينا نبدأ بالغرف ديت الأول. عندي دي غرفة، غرفة بصوا مساحتها كبيرة، مكيفة، فيها سريرين دولاب، وفيها الحمام الخاص بيها، بيجي كامل مع الشاور، وفيها كمان بلكونة. وعندي دي الغرفة رقم 3 في الشقة، برضو فيها سريرين، مكيفة، وليها كمان بلكونة مع دولاب. دي يعتبر أصغر غرفة زي ما انتم شايفين، مساحتها كبيرة، الغرف بتاعتها واسعة، يعني من كل جهة في مطل، وبقدر أشوف عينيا بتقدر تشوف منظر كويس. عندي هنا ده الحمام، عندي غسالة ونشافة برضو موجودة. الحمام مساحته كبير زي ما انتم شايفين. بعد كده بنيجي الغرفة الرئيسية الماستر. بصوا الغرفة مساحتها ما شاء الله، مساحتها كبيرة،
زي ما انتوا هنا على السرير شايفين المطل اللي على الجبال بالكامل، وعندي هنا جزء خاص بالدريسنج بالغرفة الملابس دولاب، عندي هنا ده الحمام في جاكوزي زي ما انتوا شايفين برضو. بصوا المساحة. وبيجي كمان عندي داخل الغرفة ديت عندي بلكونة، بصوا البلكونة المنظر بتاعها مفتوح بالكامل، الأرض دي ما فيهاش بنا نهائي، طالة المدينة والبحر طالة بسيطة جدا. سيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو مع السعر مع التفاصيل كاملة. أتمنى تكون الشقة عجبتكم.